طرح میرے بھائی نے آپ سے چھوٹے معصوم بچے کا تعارف کروایا ہے میں صرف ایک گزارش کروں گا جو پہلے بھی کی تھی کہ وہ مزہ نہیں آ رہا جو پچھلی چار پانچ چھ محافل میں ہمیں آیا ہے آپ حضرات کی طرف سے آخر تک قرآن جب تک صدق اللہ العظیم قاری حضرات فرماتے ہیں اس وقت تک داد دیجیے اور بلند آواز سے وہ پیچھے والا جو یہ چلنے والا سلسلہ بیچ میں شروع ہے یہ اللہ کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے آپ بادب ہو کر احترام کے ساتھ قرآن سنیں یہ بچہ جتنی اس کو آپ داد دیں گے انشاءاللہ اتنا ہی خوبصورت قرآن پڑھے گا اور اتنا خوبصورت قرآن پڑھا ہے اس نے کراچی کے اندر اسی طرح راولپنڈی کے اندر 50,000 کا مجمع تھا الحمدللہ سب نے اس بچے سے متاثر ہو کر کئی لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے تو آپ نے اس بچے کو خوب داد دینی ہے اللہ رب العزت جو ہے قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس
تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ربي انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. حياك الله.
ربنا بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة إليهم وأرزقهم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم وارزقهم من
إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل. ربنا وتقبل. ربنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل. ربنا وتقبل. ربنا وتقبل دعائي. ربنا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل أيحسب أن لن يقدر علي أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. لا أقسم بهذا البلد بلدي.
خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حلد بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لم يروا أحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وما أدراك ما العقبة. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. أو مسكينا ذا من
الصبر وتواصوا بالموحمة أولئك أصحاب الميمنة. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار. صدق الله العظيم.